ترى أنا تعلمت من هالكذب. أنا تلميذة، هي كذابة أوفر، هي من كذب، هي تكذب بصدق. عمركم شفتي واحد يكذب بصدق؟ أختي كذابة، تكذب على كل شيء، صدقوها صدقوها والله العظيم. لا يرحم مصطفى. شكون مصطفى من الحانوت؟ شنو مصطفى هذا؟ تيمان مصطفى هذا، جيبوا لي كل يوم اسم، ما راح اطلع مع احد. اجينا تفرموشك انت، كلمة تجيبوا لي مو ناقصه، خليني افتك من التصاميم الثانيه. ما في، ما في مكان. الله يسعدك، عرساني كتير، ما لحقت. انا من كتر العرسان برج، ما لحق، معلش ما عندي وين احط مصطفى هذا صراحه. تصميمات مليانه، ان شاء الله بس يصير افراغ الاحد ندخل ان شاء الله. ما في مكان، كنا نبي نخدمكم في هذا الموضوع بس الله يسعدك والله ما في مكان. والله قفلنا تصميمات، قفلنا. يا عمري فديتك يا نو، اشخطي يا خلود، اشخطي، جعل ما يشخط غيرك والله. خلود شو الحركات يا خلود؟ صحيتي بابا بعد ما نجمنا؟ فكرني دخلت الأسد في البيت. أبوي أول مرة يسمع هذا الصوت في البيت، يسمع مش خير أمي، أول مرة يسمع زئير. خلود شو حركات هذه؟ ما تفاجئينيش، أنا ترى أتلخبط أتدودح لما أحد يفاجئني. يا أمر بديتك، حبك من قلب 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 الشريان الخامس. انتي يا عمر بدايتها. ايوه 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 اختلتني. رموشي رموشي طاحن، جماعة راح رموشي طاحن بجهادي، ما تبي تطيح. اللي يشوفني يفكر ان رموشي ربانيه كده. ما اشيلها، والله ارفع قدرك يا عمري فديتها خلود. اعتقد رقبتنا. ايوه كنت جالسه اجي. ما فيكم خير انتو، الله العظيم. مصطفى، مين مصطفى تاني؟ خلونا نتخلص من العرس، ترى دورتوني والله العظيم، ترى انتو سببي. يجي واحد يتزوجي يقول والله ما يلحق على عرساني في اليوتيوب، ما يلحق. اسمر اخضر ازرق كل الالوان، الطيف تزوجتوني معاهم من كتر عرسان هبرت. ايش راح نسوي اذا جا العريس الحقيقي؟ شو راح نسوي؟ كيف راح نقنعه؟ اصلا ما راح نلاقي له مكان تصاميم، كل الاغاني حطيتهم في التصاميم. شو راح نغني؟ يلا قولوا لي العريس الجديد شو راح نغني له الحقيقي يعني. شو اليسا صممنا عليها اغاني، ما في. شو راح تسوي يعني للاصل؟ شو راح تسوي؟ انا بعرف، انا عندي تشويق، حتى عندي تشويق، اعرف مين اللي راح يتورط هذه الطوري صراحه. نبتكر نبتكر. يا خوفي خلاص روحي ابتكاركم. كل الاشخاص الغلط صممتوا لي معاهم، لما يجي الشخص الصح تتوبون. اصبر اصبر بسممه، ما راح نلاقي كيف يعبرني. مصطفى ما في، مصطفى ما في مكان، قولوا له قفلنا. معلش
دعاء جالسة تسوي تفصيلات إن شاء الله تعال في الإقصائيات. أيوة هلا كم عندنا؟ عريس حطيته، جوزيف، سلطان، شفي إيهاب ما اقتنعته إنه صديق لين ما تزوج، وما راح تقتنعوا لين ما يجيب أولاد، وما راح تقتنعوا لين ما يصير أحفاد، وأنتوا لساتكم بتصمموا عشان أنتوا ما تتوبوا. مين كمان؟ كل الناس، ما أقدر، كل الناس. أصمم لك ما حجب، مين حجب؟ فهد كمان مسكين فهد، فهد صحى لقى نفسه متصمم، مع إني ما أدخل معاه كتير. أنا لقيت مرة مصممة مع شخص قسم بالله العلي العظيم إني عمري ما شفته حتى. أي أحد شوفه عنده سكسوكة ودبانة تمسكوه من كشته، تعال أنت لايق على بنتنا. أنا رخيص عندكم لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة أنتم يعني أو أمي، أنتم أمي ما سوت كده، أمي ما سوت كده. تعالوا أنا ما صممتوني مع بونو، شفتوا؟ آه ما صممت، لو صممتوني مع بونو هلا راح للسعودية، وكيف راح نجيبه؟ خلاص يعني راح يرجع بونو من السعودية؟ أبدا ما راح يرجع، اللي داق الكبسة مستحيل يرجع تاني. هلا بيعبيها كبسة 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 كبسة، بونو راح يصير بوط مسكين، ما راح يقدر يطير عند الكرة، راح تكبس عليه الكبسة. هلا كيف راح نرجع ولدنا؟ كيف راح نقنعه؟ أنا صحيت لقيت بونو عنده، كيف أنتوا ليش تشفطون يا سعودية؟ أنتوا ليش تشفطون كل أفخم اللاعبين أخذتهم؟ نيمار، بونو، كريستيانو، أقسم بالله ترى تسيت أمها. إيش دلنا إحنا أصلا عندنا بونو، إحنا هذا بونو بعد 100,000 سنة ندور عليه كده، ندور عليه، بعدين لقينا بونو، أخذته ليش؟ تعرفون إنه بعد بونو ما راح نقدر نمسك أي كرة، كلهم راح يدخلوا في الشباك، ويمكن إحنا ندخلهم في الشباك. تعرف إنه بونو هذا كان يمسك الكرات اللي إحنا نضربها لنفسنا؟ ما تعرفون هذا الشيء؟ أيوة كان يمسك الكرات اللي كنا نضربها بالشباك بالغلط. كيف راح نسوي كده؟ راح يصير شباكنا مليان كرات، مليار كرات، شو راح نسوي؟ أخذت المدرب الفرنسي هذاك الأصفر، قلنا مش مشكلة، كده كده فرنسي كافر. أخذتوا لنا هلا بونو، إيش اللي ضلنا؟ ضلنا ولده، نتبناه نأكل ونشربه لين ما يكبر، عشان يمسك لنا ال هذا. يلا لازم ترى يلا عاد انا استاذنكم يا الربع، اشوفكم على خير ان شاء الله. فوالله الله ما العب مع بنات يا جماعه. بقول لك شيء يا دعاء، خلاص روح دز امه يلعن ابو المشاوي اللي حطتكم في الشوايه ان شاء الله يا ربي. اصلا مشاوي شو؟ في احد صار ياكل مشاوي يا البصل؟ انت اخرك بصله. أنا أستأذنكم أنت تزمها، بس أدخل معاك الريحة تضرب بريحة الكباب. عادي أصلا عادي، كل الجروح تطيب. أيوة ولادك عاد. عشوائي، إحنا قفلتنا من الحقيقة أصدقائنا، ما لقينا ندخل عشوائي ليش؟ أنت مو ناقصة عشوائية اللي أنا فيها مو عجبتك؟
زياد اسمع أشوف أقول لكم شيء. شوف أنا ما عنديش مشكلة إنه تربطوني مع أي تيس، ما عنديش مشكلة، بس اختاروا الأحجام مناسبة. يعني واحد معايا هو بيبي فيس ما يقدر، ما يقدر بيبي فيس مع بيبي تيس ما يقدر، ما قلبك يعني للأمانة. لا تشوفوا لي أشياء كده كتكوتة، أنا ما أحب الرجال كتكوتي عشان أنا مو كتكوتة، تمام؟ هالأشياء اللي بتصير تقولونها أو كيوت أو كتكوت، أنا مش كستايل. حتى لو طويل، زياش بيبي فيس، زياش وجه من النوع الوجه اللي ما يكبر يضل كده. تعرف هنيدي؟ عمركم تشوفوا هنيدي كبير؟ مستحيل أتحداكم. كده في شباب يضلوا كده وجههم يتحمط، جسمهم يكبر وجههم كده. أصير أنا عجوز، أصير يقولون سلم على الحجة وأكبر مني، ما يصير ما يصير. شوفوا بعيد الله يسعدكم. أنا إنسانة أحب، يعني شو أقول لكم، يعني ما أحب الحلاوة صراحة. هذه الحلاوة هذه حق الماما حقته، يعني شب حلو هذا حق الماما الله يسعدني، هذا الجمال لأمه مو لي. أنا ما بدي واحد يعني اللي يتخانق معي على المشط، تمام؟ بدي كده، فهمتوا؟ كده رجال، أوكي؟ مو لأنه مو حلو ما يكون رجال، بس أنا ما أشوفه، راح تفهموني غلط، وأنا دائماً أنفهم غلط، مع إني أكون يعني صح، راح أفهمكم واحدة واحدة، تمام؟ وفهموني صح، أوكي؟ يعني أنا فهمتوني؟ أتمنى أنكم أفتفهموني بدون ما أحكي. يعني يعني أنا ما أحب الرجال المرتب مار، يعني اللي مار عنده اهتمام بقدلته، يعني مثلا إذا طارت القدلة هذه يقول أوه إذا طارت مشطها، فهمتوا كيف؟ أحب الرجل اللي يهتم بنفسه بأناقته، تمام؟ بس مش 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 هذا اللي فهمته. إيه أيوة، الرجال يكون عنده شخصية، يعني شوفوا، يعني أنا ما أحب الأوبن مايند كتير صراحة. أنا إنسانة يعني ما أحب يسوي يعني نفسه إنه أوروبي صراحة، لا عربي، فهمتوا؟ ما يكون فيه الغير الفيك، تعرف الغير الفيك اللي يسوي لك إنه غيران بس هو يعني مش غيران، فهمتوا؟ أيوة، نفس هذاك اللي لما يحب واحدة يبوسها في راسها، يعني يبين لها إني أنا يعني أنا يعني داخل من البيت، فهمتوا كيف؟ إنه معايا ما راح، فهمتوا؟ أنا الأب والأم والتعويض، فهمتوا كده؟ يعني الحركات، أنا إنسانة ذكورية في راسي، يعني أفهم الرجال وشيبي، إذا كذب أفهم أم 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 أمه، حركاته أعرفها، بس كلمة واحدة أشوف، فهمتوا؟ يعني أنا إنسانة راسي يفكر بطريقة الشاب، فأفهم فلا يغركم اللي صار يقول لك شوفي، يعني يصير كده يسوي لك إنه في ناس ترى تتصنع هالأشياء، لأن إحنا البنات نحب هالأشياء. يعني بيني وبينك
انت لما تشوف الواحد يعني يكون عارف البنت وش تبي، مثل لما يبوس لك راسك تقولي اوه خلاص هذا هو العوض، لانه هو عارف انه انت راح تفكري كذا وتحسي بالامان. فهمتي؟ لا تكوني حمار، لا تكوني حمار، ركزي. هذه حركات تمهيدية للشباك، شباك ترى هات. ايوه شباك، لا تفتح فمك تعلق لك الصمغة هم يجبرك تسوي ترفرفي، خلاص ما في مفر من الصمغة. فهمت؟ ايوه ويصير يبين لك هو ما يغيران ولا شيء، يشوفك شيء يصير يقول لك مثلا انه لا تسوي كذا عشان انا غيران، ما في احد يغار بين وليله الله يسعدك، كذاب. اللي يعرفك شهر وغار عليك هذا كلب ملعون جدا، كذاب، اقسم بالله انه كذاب. ما في هذا يتصنع الغير عشان شي تقول له حمش يغار علي يموت علي. ميو سوري، انت كنت العنز جارينا من قريناتها. ايوه اللي يحب غار، اللي يحب، ما في احد يحب في شهر الله يسعدك. الشيء الوحيد اللي نحبه في شهر يمكن في اليوم الاول هو الفلوس، هذا نحبه في الشهر. اخر الشهر نموت عليه، نموت عليه. كلنا نحب هذا المرتب، بس المرتب اللي تحبه في شهر، غير هيك الله يسعدك ما في أحد يحب شهر. اللي يغار عليك لسه ما كمل شهر هذا كذاب. صدقيش هذه الحركات، هذه حركات وقوع في فخ. أيوة وانتي لا تقعي في هذا الفخ، لأن كده وقعتي في هذا الفخ لصرت بكبكينا في الستوريات وتصيري مثل الحمار تنهقين. لا، أنا بقول لك المشكلة اللي راح تقع. أيوة، وفي الأول ترى كل شيء يكون حلو. أيوة الرجال في الأول يصير لك نبي، الصلاة، التقوى، الحب والحنان، أنا ما أحب، أنا غير الرجال، كذاب. حتى الرجال التانيين يستغربون فيه، كيف انت غير الرجال؟ شو انت عندك وحيد قرن انت؟ ما في كل اللي يقول لك انا غير اي واحد كذاب ملعون جدف، هو اخرى من غير واحد. اعرف انه هذا الخازوق الحقيقي اللي يقول لك هذه الكلمة. ايوه انقذي نفسك، انقذي نفسك. الرجال ولا تدورين على رجل صالح، عشان ما في صالح. حتى لو تزوجت صالح راح تتزوجيه وفي وسط الزواج تكتشفين انه لا صالح ولا يعني ما يلحق حتى عم قادر، راح تلاقيه بدون اسم اصلا. ما تنغري تنصدمي لينا تاني وتقولي والله قبل الزواج كان حلو. أكيد قبل الزواج رح يكون حلو يا حمار، ما أنت كمان مثل ما أنت في الأول تحطين ميك اب 24 ساعة فونديشن، ما حد شاف الحفر اللي في وجهك. أيوة بعدين بتفاجئيه وقع في الفخ. أنا ترى أقول لك هذا الشيء عشان أنت شو أختي. أيوة الإنسان الطيبة أقول لك الأشياء الحقيقية من الآخر. لا تأمني أحد، تمام؟ يتزوج الرجال وأنت عارفة إنه رح يطلع مروح، لا تصير تفكرين إنك رح تعيشي زواج تركي الله يسعدك، أفلام تركية. حتى الأتراك ملعونين الجدف، ما الواقع غير أفلامهم. الزواج غير الله يسعدك، انسي حياة الوردية،
هي في الحياة الوردية في الأول، بعدين بتصير تقلب جري، بعدين تتوسخ، أيوة تكشف، صار تقلب رمادية، أيوة. فأنتي شو لما تتزوجين استعدي نفسيتك، تستعد لأي شيء راح يطلع، ممكن يتحول ترى، ترى ممكن العكس، تاخذي واحد ما يغار ولما يتزوج يصير يغار. يعني اذا انت كنتي من النوع البنات اللي ما يحب اللي يغار عليهم، راح يمثل عليك وراح يعرف خطتك، وراح يمثل عليك بسم الله عشان فراشه، راح يمثل عليك انه شو ما يغار، ولما يتزوجك يربطك في رجل السرير مثل العنس، ما فيش طلع، ما فيش خروج، ما فيش تنفس. قبل ما تروحي للتواليت تبعتي لي الصورة، بعد ما تطلعي من التواليت تبعتي لي الصورة، إذا حزقتي تبعتي لي الصورة. أيوة أيوة فهمتوا؟ هذه ترى نصائح، إذا تبي تنفذيها نفذيها، إذا ما تبي تنفذيها ما تصدمي، هي الحياة راح تنفذها فيكي كده كده، أنت مارة من هذه المرحلة. فأنتوا شو؟ شو العمل يا دعاء؟ ما احنا خلاص كده كده يعني، ما لا زوجي وعرفي انه هذا الواقع، لا تطمحي للحياة الوردية.